Come on, come on.
ارفع 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 سيدي مالك العود بعد ما اعلن السيد القائد العام للقوات المسلحه المحترم انهاء معركه الساحل الايسر وتطهيرها بالكامل، نرفع اليوم العلم العراقي على منصه الاحتفالات بدل من الرايه اللي كانت مرفوعه للمجاميع الارهابيه وتثمينا لدماء الشهداء من القوات المسلحه من وزاره الدفاع والداخليه والبيشمركه والحشد الشعبي وكل المسميات، وان شاء الله سيتم تطهير ارض العراق بالكامل من دنس الارهابي. سيدي ما هي رسالتكم للجانب الايمن؟ نعم نقول القطعات جاهزه وننتظر اوامر القائد العام للقوات المسلحه لتطهير الساحل الايمن، وكما طهرنا الساحل الايسر سيتم تطهيره قريبا جدا ان شاء الله. هاي استعراض يسمون دواعش على المنصه يسوون استعراضاتهم، وعلم الدواعش كانوا معلقين في هاي الساريه جايبين بالمنصه، قدرنا جماعتنا بطلقه واحده يوقعون علم، وهسه راح نشيل رايه الله اكبر علم العراقي رفرف فوق الموصل كله، وعلم كبير يكون جانب اليمنى واليسرى يشوفون هاي علم اليوم فرحه كل اهل الموصل بهاي علم. ما هي رسالتكم للجانب الايمن؟ والله جانب اليمنى احنا نكيف يبقون مثل جانب اليسرى، بيوتهم يقعدون لمن ندخل نحتل منطقه ناخذ يلا يطلعون برا، وعلى ما يتأذون أطفالهم ولا هم. مبارك للشعب العراقي بصورة عامة ولأهالي مدينة الموصل بصورة خاصة على الانتصارات المتحققة وتحرير وإعلان الساحل الأيسر محرر بالكامل. نحن حاليا نتواجد في ساحة الاحتفالات التي كانت في السابق تقيم فيها الاحتفالات الوطنية والمناسبات الوطنية، وبعد فترة اتخذ منها تنظيم داعش الإرهابي وقبل فترة من هذا الزمن عدلها لكونها ساحات الفتنة وساحات المظاهرات. حاليا نحن تم السيطرة عليها بعد أن اتخذ منها تنظيم داعش الإرهابي أيضا كساحة للاحتفالات له ولإقامة الاستعراضات العسكرية له لغرض إبراز عمليات دولة الخرافة، لكن الحمد لله والشكر نحن حاليا وبعد السيطرة عليها احنا اليوم وبالتنسيق مع خلية شباب نينا وقطعات جاز مكافحة الإرهاب سوف نقوم برفع العلم العراقي أكبر راية هي راية الله أكبر، والتي سوف تشاهد من الساحل الأيمن ومن خلال قناتكم الموقرة. نطمئن أهلنا في الساحل الأيمن بأننا قادمون في القريب العاجل، وما هي مسألة إلا أيام معدودة، وإن شاء الله احنا متجهين إلى الساحل الأيمن ونعلن محرر بالكامل. ها هو الساحل الأيسر وفي أعلى منطقة فيه اليوم يتم رفع العلم العراقي بإذن الله بسواعد هؤلاء الأبطال الذين ضحوا من أجل تحرير مدينة الموصل، وها هي الأيسر تشتم نسائم الحرية، وإن شاء الله قريبا وبعد أيام سنكون في الأيمن. هم في الساحل الأيمن ينظرون الآن إلى ما يحدث في الساحل الأيسر، ومن خلال رفع العلم العراقي ونقول لهم إن شاء الله خلال أيام هؤلاء الأبطال الذين حرروا الأيسر سيكونون بينكم، وشعب نينوى اليوم كله ممتن لهؤلاء القادة والضباط والجنود الذين ضحوا بدمائهم، الذين أعادوا للموصل ولنينوى كرامتها وعزتها لتتحقق بالعراق العظيم ونكون أمة واحدة إن شاء الله. نخبة النخبة للإغاثة والتنمية من كل محافظات العراق قامت اليوم بجهد عظيم بالتعاون مع
جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الذهبية وقيادة العمليات الخاصة الأولى قاموا برفع أكبر علم عراقي في سماء مدينة نينوى. هذه رسالة واضحة لداعش أنهم لا مكان بيننا، وهذه رسالة اطمئنان لكل أهلنا في الجانب الأيمن أننا قادمون خلال أيام قليلة. قام اليوم شجعان خلية شباب نينوى وفريق نخبة النخبة للإغاثة والتنمية برفع أكبر علم عراقي في مدينة الموصل وهو محافظة نينوى ككل. هذا العلم لم يشهد له مثيل سابقا في محافظة نينوى، بالتعاون مع أبطال الفرقة الذهبية بقيادة الفريق الركن البطل عبد الوهاب الساعد وبقية القادة. هذا العلم هو يمثل رمزية، يمثل رسالة أنه لأهلنا في الجانب الأيمن أنهم راح يشوفون العلم، راح نقولهم احنا مو ناسيكم، احنا خلال ايام انه ابطال قواتنا المسلحه قادمين لكم، ونحن راح نكون ان شاء الله كجهد اغاثي مدني مواكبين لهم، نساعدكم، نقدم لكم واجب. هذا مو مساعده وانما واجب تجاهكم. هي هديه لشهداء نينوى، هديه لشهيدات نينوى، هديه لاطفال نينوى الذي عانوا تحت داعش وظلم داعش لمده ما يقارب 3 سنوات. نينوى هي نينوى ستبقى عراقيه، نينوى لكل العراقيين، نينوى ليست الخونه. من اليوم نينوى ستكون لكل عراقي اصيل. نينوى ستعمر بجهود الشباب وستعمر بجهود الاصلاء، بجهود الشباب من نينوى بعون الله. اليوم طبعا فرحه ما بعدها فرحه انه دخلنا الموصل، اساسا ارض الموصل، وشفناها وهي تحررت. ثانيا حيرفع اعلى ساريه علم بالساحل الايمن الايسر اللي هو رساله لننطي داعش بالساحل الايمن، ترى وصلنا وموجودين بهمة الأبطال وبهمة الشجعان وبهمة الذهبية وقواتنا الأمنية كلها اللي فدت وجهاز مكافحة الإرهاب أكيد اللي دافعوا بدمهم. احنا واصلين ودنوصل لكم رسالة، شوفوا العلم، ترى ما بقى شيء حنعبر لهناك، فجروا ذيولكم وطلعوا بدون ما تأذون الناس. كما نفس الشيء اللي صار بالساحل الأيسر، أنا من بغداد جاية وأحمل رسالة من البصرة والناصرية والعمارة والديوانية والنجف وكربلاء. الأهل الموصل قلوبنا معكم، أرواحنا معكم، أضعف الإيمان لكم هو الدعاء، وإن شاء الله رب العالمين يستجيب لكل الدعوات. الله يحفظكم ويحفظ كل العراقيين، الموصل العراقية والموصل كل العراقيين. جهاز مكافحة الإرهاب يرفع واحد من أكبر الأعلام بتاريخ العراق على منصة الاحتفالات برمزية هذا المكان اللي أعلن داعش من خلال هذا المكان أعلن خلافته واستعرض بأرتال العسكرية. اليوم جهاز مكافحة الإرهاب بتعاون الناشطين الشباب خليل شباب نينوى وفريق نخبة النخبة يعلن تحرير الساحل الأيسر ويرفع واحد من أكبر الأعلام، ونوصل رسائل من خلال هذا الاحتفال أن الموصل العراقية نينوى عراقية، الموصل لكل العراقيين. لهذا شباب الموصل اليوم يحتفلون بهذا المكان ويعلنون تحرير الساحل الأيسر وقرب بدء تحرير عمليات الساحل الأيمن. أولا نشكر أبطال جهاز مكافحة الإرهاب اللي حررونا وخلصونا من الظلم اللي كنا بيه خلال 2 سنين و7 شهور، ما خلوا أهلك والحرث والنسل، ما خلوا أي شيء ما بقوا علينا. نشكر كل الأجهزة الأمنية من مكافحة الإرهاب، من شرطة اتحادية، من جيش، من كل الأصناف، فضلهم ما ينسي على أهل الموصل كلها. ديب برقابنا أجل سويهم ما وفيهم إحنا. دي رسالة توجهها إلى أهالي نينوى المحاصرين في الجانب الأيمن، نقول لهم اصبروا إن شاء الله عن قريب تحريركم، وما بقى شيء إن شاء الله، وإن شاء الله الوقت يعني ما ظل شيء إن شاء الله، أنتوا صبرتوا وإن شاء الله الفرج قريب بإذن الله. نبشر أهالينا في الجانب الأيمن ما بقى إلا أيام قليلة على تحرير الجانب الأيمن بالكامل، والآن نحن نرفع العلم العراقي في الجانب الأيسر ونبشر أهالينا ونقول لهم تطمنوا أن الجيش والفرقة الذهبية آتينا إن شاء الله. أحب أهل الشعب العراقي بهاي الاحتفالية الحلوة، وإن شاء الله النصر، وقادمين للجانب الأيمن ونهني جهاز مكافحة الإرهاب بهذا التحرير، ونحب نسلم على عمامي وعماتي بذاك الجانب ونقول لهم قادمون إليكم، ونحب أن تبقون منازلكم ولا تخرجوا، لا تصدقون الإشاعات، وإحنا قادمون بإذن الله. وين الجانب الأيمن؟ قادمون.